حذاري 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 من الجراثيم اللي تحوس تغتنم الفرصة باش تدخل في التفريق. ومن يطلق رصاصة واحدة ستشابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص الذي لا يحده إحصاء. المرشد لحزب الإخوان المسلمين في هذا الوقت أيام ما كنا بنحارب في القناة سئل إيه موقفكم بالحرب في القناة؟ قال إحنا والله دعوة واسعة، أنتوا هنا في مصر قد تكون مصلحتكم أنكم تحاربوا في القناة، وإحنا نرى أن المصلحة أن نحارب في بلد آخر. دي دعوة الإخوان المسلمين. إنه الخطر الداهم، تنظيم الإخوان الإرهابي. لا فرق بين ماضيه وحاضره، نفاق وخداع وجريمة. وما إن تعصف أزمة أو يحدق خطر بهذا البلد أو ذاك حتى يطل التنظيم بأنيابه السامة. منذ خمسينيات القرن الماضي وهم يحيكون الدسائس لمصر، فالإخوان هم من تسببوا بحريق القاهرة يوم السبت 26 من يناير عام 1952. وأثبتت الوثائق أن عضو مكتب إرشاد الجماعة محمد فرغلي كان على رأس مجموعة من أعضاء الحركة يحرضون المتظاهرين على حرق المنشآت العامة والخاصة. مشهد تكرر في يناير عام 2011 بالقاهرة، وزاد عليه التنظيم عمليات القتل والذبح والحرق في الإسكندرية وبورسعيد وعدد من المحافظات المصرية. النظام سقط النظام، من سيقوم بعد ذلك؟ في الثمانينيات ارتكبوا الفظائع في سوريا، فجروا مركبات النقل العام وقتلوا الأطباء والمهندسين والمئات من ضباط الجيش. ومنذ عقد من الزمن وهم يعيدون سيرتهم الأولى. أما التسعينيات فكانت مأساة الجزائر وعشريتها السوداء، يوم بقر إرهابي الإخوان بطون الحوامل وقتلوا الأجنة قبل أن ترى النور، ويعاودون الكرة الآن بالتحريض وحرق الغابات. وجاء الدور على تونس لكن بشكل مختلف، فالعشرية من 2011 إلى 2021 أظلمت الخضراء تحت حكم الإخوان وقتل المعارضون لحكمهم. الإخوان تنظيم يتسلل كالأفعى، يتلون كالحرباء، حيثما حل يحل الخراب. من عباءة أفكاره خرجت القاعدة والنصرة وداعش وبوكو حرام. أنا أبايع الشيخ الإمام وأمير المؤمنين على السمع والطاعة. ما إن يضعف بلد حتى ينقض عليه كالذئاب على الشاة المريضة. يحركون الغرائز ويلعبون بالعواطف. قسموا كل شعب إلى شعوب في مصر وسوريا، في الجزائر وتونس، في ليبيا والكويت، وأطال خبثهم ألمانيا والنمسا. حتى الشعب الفلسطيني قسموه ولم ينج من شرورهم. كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهادية وهيدمروك وهيدمروا مصر. بنقول لهم هيكون في دماء وهيكون في سيارات مفخخة وهيبقى في تفجير بالريموت كنترول. الإخوان داء ابتلي به العرب وكاد يصيبهم بالعطب، لولا أن أصحاب الحق وقفوا لهم كالجبال الراسخة وحملوا رايات أوطانهم بعزيمة لا تلين. قسما بالله اللي حيقرب لها لا أشيله من فوق وش الأرض. الدولة الجزائرية دولة واحدة موحدة، شعب واحد موحد، من تيزي وزو إلى طمراست ومن تبسة إلى تلمسة، الأمور هذه مفصول فيها ونتصدى
بكل وسائل اللي يتاح لنا بها القانون باش نكسر هاد الناس اللي يمسوا الوحدة الوطنية. نحن هنا نتحمل مسؤوليتنا أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ. تبنى البلاد بالحزم والعزم، وقد لاقى التنظيم الإرهابي من يكشف حقيقته ويفضح زيفه، والأزمات التي تصيدها الإخوان وحاولوا استغلالها لينقضوا على كرسي الحكم ارتدت عليهم، فتساقطوا كأحجار الدومينو، وانتصرت إرادة الشعوب في الحياة.